بسم الله الرحمن الرحيم. هاي محمية خاصة دود رقبابي الحي. سنقوم وضع لهم الأكل. نشاهد كيف يتم تغذيتهم. هاي حافظة كبيرة يعني مو صغيرة. بسم الله. شوف شلون احب الدود يلتم عليهم. يعني نوزع اماكن متفرقة حتى ما يتكون عندنا الفاش. هذا الفاش من انواع من الحيوانات التي تضر دود القبابي، تأثر عليه كل أسبوعين. يعني وزعهم بشكل متفرقات متساوي حتى كل مثل ما تشوفون شرائح صغيرة مسويها حتى تستطيع الدود التغذية عليها مباشرة. يعني وزعناها بشكل مباشر. نلاحظ هنا الدود شلون بدأ يلتم وياكل. يعني كذلك هنا أنا متنوع عليهم بالأغذية، تفاح أو أخيار أو جزر إذا متوفر أو بوتيتا. بوتيتا يحبونها كل شهور. يعني بدأ الدود مثل ما تلاحظون بدأ الدود يتغذى على الخيار. يعني كما تشوفون بدأ الدود يعني ساعتين زمان 3 ساعات يختفي هذا كله يختفي. يعني نكثر لهم شوية نعطيهم بعد. نوزعناها بشكل طريقة عشوائية مو بكثرة حتى ما يأذي عليهم، ما يأذي الدود وما تكون رطوبة عالية. والرطوبة العالية راح تأثر عليهم تكون الفاش. يعني هاي طريقة، هاي نوع من أنواع التغذية مال دود القبابي. بدأ الدود يلتم عليها مثل ما تشوفون. بدأ الدود يلتم ويأكل منها بصورة مباشرة.